ساعدنا بهذا المؤتمر الذي يعقد في المغرب الشقيق حول حقنا كفلسطينيين تحت هذه الكبة الكبيرة التي تسجل لنا كفلسطينيين حقنا في دولتنا، حقنا في أن نكون أسوة بكل شعوب الأرض، ننعم بحرية واستقلال في وطن وحيد اسمه فلسطين وفي عاصمة وحيدة اسمها القدس. اليوم علينا أن نركز على موضوع القدس، لأنه ما يجري الآن في القدس يدعو العرب والمسلمين المسيحيين ومسلمين أن نقف معا وقفة واحدة، لأن القدس لا يمكن أن تكون لدين واحد أو لشعب واحد. القدس يجب أن تكون لثلاثة أديان وللشعبين، وعلي أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. الوضع الاعتباري القانوني للقدس يتعين المحافظة عليه لأنها تبقى مركز الحلول المفترضة لقضية الصراع العربي الإسرائيلي. وطبعا المملكة المغربية لها أيادي بيضاء برئاسة جلالة الملك في الدفع قدما في تقريب وجهات النظر حسب قوانين الشرعية الدولية وحسب مبادرة السلام العربي.